شباب البوم بوم بي او ام بي بوم يعني طافة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم 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 شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان حنا الشباب المتفائل بدون نياز وصب حدا بدنا سلام من الأساس خلف الأجمل واقع أجمل حسب خيالي حسب خيالي حنا الشباب المتفائل بدون نياز وصب حدا بدنا سلام من الأساس شباب البوم يا للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان نطل بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا نام ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي نطل بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا نام ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي شباب البوم يا للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان أكسر روتيني واتمرن على الفراغ واخرج وارتب واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفت هالشمال هالشمال أكسر روتيني واتمرن على الفراغ واخرج وارتب واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفت هالشمال هالشمال حنا شباب البوم حنا شباب البوم وش ذا الزين يا نوف؟ تسلم يدينك حبيبتي الله يسلمك يمه شكله حلو لكن أنا أبغى أكل وقيم ولا تحكم على الكتاب من غلافه استح على وجهك أصبر لي ما يجون أخوك وأبوك يتقهون معنا تستاهل أنت تبغى تقيمه السلام عليكم عليكم السلام يا هلا يا أبو عامر حياك حياك اجلس معنا مجهزين الحلا والقهوة حياك ما عندي وقت الدورية على اليوم الاستراحة أروح للقصاب باخذ الحمى واروح لهم هناك تراك صرت تهتم بالاستراحة أكثر من بيتك وش تبين مني يا بنت الحلال الثلاجة مليانة والدراهم معكم خليني أروح الربع يستانس معهم شوي يلا بس بما الله ددير بد ددير بد دربد 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 هلا والله بالعائلة البطلة اوف 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 انت مسوي الكيك ايه ما شاء الله تبارك الله تحداس يا شيخة اكيد خويات سبجونا اليوم سوي قفط الجو ترى انا كل يوم نتقهوى ونسوي حلا اقول اسكت يا بزر عامر عامر تعال بقى وعطنا تقييم يجي احلى تقييم الحين بسم الله اتحداك يا شيخ وش ذوق ما شاء الله عليك اطعم بالمخ طيب وراك واقف اجلس تقهوى معنا ما يمديها يمه موعد العيال بالاستراحه بس هذا الكيك بيدزها للاستراحه شكرا نو الله والله الله مالت عليك طالع على ابوك
حبيبتي انا لا الثلاجة فاضية حبيبتي فاضية وبعدين يعني ما فيها شيء ما فيها الا بيضة مكسورة مكسورة مثلي حبيبتي وشوفي شوفي ها برطمان جبن ملحوس وخبزة يابسة وش تبيني اسوي لك ها وش تبيني اسوي لك راتبي وخلص قم هز طولك وروح توظف مثل الرجاجيل سمعت ترى انا مليت طفشت فحت سبدي وانا اصرف على البيت وعليك افا يا عجيب افا بس تذليني براتبك ايه انا اذلك انا اذلك زين بس انت لا احساس ولا ضمير هو من ناحيه احساس ما في احساس بس يعني يقولون يعني ظل رجال ولا ظل جدار والله ان الجدار ابرك منك واحسن منك على الاقل علق عليه تحف وانت شفايتك عندي في هالبيت ها اعتبريني تحفه ولا اقول لك اعتبريني لوح على بالك مين يعني ها؟ اسمعني جيلي تحكي قص لسانك قص ستة أشهر ما دفعت حقها تو يومين تفرغ الشقة وتلقيني ظهرك وإلا توقيف خدمات شوف أنت أصبر علي ماذا بصابر يومين على ثالثة لهما تسمعت ولا ما تسمع؟ أبشر إلى الحين سهرانة ما نمتي؟ أنا اللي سهرانة ولا أنت؟ الساعة 3 كان نمت في الاستراحة أحسن يا بنت الحلال أزين عشان صلاة الفجر ما تفوتني أصلي وأنا غريبة إلى الحين سهرانين ما نمتوا حننا سهرانين ولا أنت ما تشوفون الساعة 3 سننت بالصراحة أحسن لك يا الصايع أزين علشان صلاة الفجر ما تفوتني يبا أصلي وأنا عجيب والله الأول حكم شك جبهتك يا ورع حكيم يا خوي أدري أني حكيم بس أبي خوي مصحصح ها ترى لعبك الله بالخير قم يا ولد النشبة ذاي بيك النشبة ذاي تركي النشبة النشبة هلا تركي من طول الغيبات جاب الغنايم وش عندك؟ هلا عامر شلونك؟ والله بصراحة تزوجنا وابتلشنا يعني انشغلنا والله اشتقتكم في الاستراحة كيفكم وكيف العيال؟ طيب سير علينا ان شاء الله قريب بإذن الله بس عامر بغيتك فزعة عامرني ما يمنع لك عدو حبيبي أنا بصراحة ببيع عفش الشقة وبوديه الحراج ومحتاج الونيت حقك تكفى أبشر بعزك ما طلبت شيء خلاص أنا مرك كفو عامر حبيب قلبي خلاص أبسل لك اللوكيشن حق شقتي ومنتظرك يرحم والديك لا تتأخر حبيبي مع السلامة باي باي يا عجوبتي يا قلبي ترى ما لنا الا هالحل ما في غيره احنا نبيع اثاث الشقه ونستاجر شقه مفروشه وبعد ما تجي الجمعيه حقتك نستاجر شقه جديده يا سلام ما اقول الا مالت علي وعلى حظي انا لو ما احبك ورحمتك ولا كان ضسيت بيت اهلي وسحبت عليك يعني تحبيني يا عجوبه ايوه موت عليك ها يا الاسمر يا زين يا الاسمر يا زين
حبك أسرني خلاني أنسى أحوالي. يا حبي لك يتركي متزوج عندك تيكر أنا هنا. أم عامر هلا. وش طابخة اليوم يا أم عامر؟ طابخة الجريش وقرصان. رح أجلس بالصالة وأنا أغرف لك. لا والله أغرفيني بحافظاتها بأخذ مني الاستراحة. تراك انهبلت مع ذي الاستراحة. أجلس كل معي وبعدين رح لهم. يا بنت الحلال أخوياي معزمين لك شطب الدهنة، أغرفيني بحافظتين كبار وخلي أخذها معي. ها وش ذا الحافظة الصغيرة تبين يقعد ياكل قدامهم زي القطو؟ حطي حافظة سبيلي هبل الغنيمة. على هونت على هونت ستكسر المواعيد. كفو يا صديق كفو، حطوها بالهلي ها؟ شوفوه قدام العمارة. يا قلبي يا قلبي إذا انحل ظروفنا أوعدك بناخذ أثاث أطلق منه. من تزوجتك وأنت تسحبني على وجهي؟ بوعودك اللي ما شفت منها ولا شيء. طيب 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 طيب، هدي أنت يا الحين هدي، الله يرحم والديك وبإذن الله تنحل الأمور. إلا بسألك سؤال وأبيك تجاوبني بصراحة. إيه إيه اسأل اسأل يا عم. أنت ليش تبي تبيع الأثاث؟ تعرف يا عامر يعني أنا بغير أثاث جديد. على فكرة أنا كل سنة أغير الأثاث. لا يا شيخ شايفني سبك عندك، عارف طفران منتف ما عندك شيء. تركي تراني كنت عند الباب وسمعت كل شيء. طيب خلاص مدام إنك سمعت كل شيء ما راح يخفاك شيء. شف أنت أخو عزيز وغالي، أنا صراحة قدر الله علي وحل علينا الأجار من كم شهر، وصاحب العمارة مهددني بإيقاف الخدمات إذا ما طلعت. لا يا شيخ أنت إيقاف خدمات طول عمرك وقفت على جار يعني؟ شفت شفت شلون قاعد تضحك وتستهتفيني وتتهزئني؟ شفت يا ابن حلال أمزح لا تشدها. لا 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 كذي مزح معي احتمل في الموضوع. وقف نزلني وقف وقف مو مشكلة، بس ترى أثاثك معي. مو صح أنا آسف أنا آسف. إيه خليك مؤدب لا تشيل هم، مال الخوي إلا خوية تروك. كفو كفو والله يا عم. عامر أنت ليش موديني الاستراحة؟ لا بس نسيت شيء بالاستراحة باخذه وديك. أم عاد يبيع أثاثة عشان ما يقدر يدفع الأجار؟ هذا اللي صاير يا عيال، وتركي خوينا ولازم نوقف معه. كفو هذه هي الأصول. طيب إيش نقدر نسوي له؟ أنا أقول نطلع برا ونلزم على تركي نقول لا شف تحط أثاثك عندنا بالاستراحة وندبل له شقة عيال نتقاط ندبل له شقة مفروشة يقعد فيها أسبوع أسبوعين مع زوجته إلين ما تضبط أمورهم. وش رايكم؟ أنا معك قدام. كفو يا عيال. أسمع يا تركي أثاثك هذا نبي نخزنه عندنا بالاستراحة إلين ما تضبط أمورك، والشقة وأنا أخوك لا تشيل همها إن شاء الله ربي بيحلها. خاوي الخوي اللي عن الناس يغنيك خوة وفا، خوة وفا ما هي خوة وناسة، اللي على عسر المواقف يصافيك. لا شافك ضايقن لا شافك ضايقن ما صدي عنك براسة. على الطلاق ما تاخذ شقة، تسكن انت والمدام في الاستراحة. قل تام 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 يا عيال. يا الله روح أبوك النكبة. صاحي ولا مهبول؟ تبيني أنا أسكن في الاستراحة ولا بعد استراحة أخوي عك؟ يا عجوتي يا أميرتي يا ملكتي شوفي خليني أشرح. شوفي استراحتنا على يميننا مشدودة عادي مشدودة، وعلى يسارنا استراحة بنات. وشو بنات؟ محترمات
الله يصبرني عليك يا تريكي واشوف اخرتها معاك. تراين علي يا زين اللي غارون وتيكو يغارون على يا لبي. بس اقول جم بس جم رح جيب لي شيء ناكله، اي شيء، بخاري مطبق فول، جت اخلص بسرعه. مهبول انت، شوي شوي على اغراض تركي. يا صديق انتبه، ها ابوك يا المقشع. لا ومبروزينها بعد، لو انه قاعد عزوب يا زيله. اسمع ابيك تنتبه لاغراضها، ها لا تكسر شيء. هذا ماما انت؟ اما عاد امي. هذه ام السعف والليف. ايش سعف والليف؟ سالفه طويله، سالفه طويله، بعدين اعلمك. الزبده الحين تركي بيجي مع مدام، مدام هو يجلس هنا استراحه، انت ما تجلس بالاستراحه، هذا حرمه موجود عيب. صرف نفسك اوكي؟ يا ولد تفضل تفضل. اي هذه اليسار لا تخش هنا، ادخل باليمين. اصدقائي عزوتي حبايبي الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه. لو بس ما عرجتوني شويات وكفت اطلق ترى ما جيت. لا 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 ابد، المكان مكانكم، خذوا راحتكم وانبسطوا واستانسوا فلوها. ما شاء الله لابسه خيمه. امانه امانه امانه، اعتبروها زي اختكم. سندريلا مشروع حكم ذي ما شاء الله. شو قال الزين؟ ما شفت شيء بعد. شوف هسه وشلون الله لا يبارك بالضيت، خمس نجوم بصراحه. يا تريكي ما كنت اتوقع ان المكان حلو ومريح نفسيا. ما شفت الدك صد. يلا نروح، هيا بينا. يلا تفضل تفضل. الله شوفي شوفي الدكه شلون، شوفي ما احلى ذا المنظر، كانك في وادي حنيفه. تفضل تفضل تفضلي يا عمري يا عشقي يا كل شيء، تفضلي تفضلي يا حبيبتي. سلام، احلى شاهي لاحلى قلب. رب قلبك يا تركي. وادي حنيفه ذا ولا حديقه الفوطه؟ صديق ليش لابس كذا؟ عامر قلم إيه؟ ما يبقى رجال جوا. وش اللي عيب؟ انت وجهك فاهم غلط، لابس برقعه على اساس انك والله متغطي عن زوجتي. يلا برا برا برا، يلا بسرعه يلا برا. شباب شريت اغراض للثلاجه. بيني وبينكم قلت عيب تركي وزوجها يفتحون ثلاجه الاستراحه ويلقونها فاضيه. كفو والله، بيض الله وجهك يا ياسر. خاوي الخوي اللي على الناس يغنيك يغنيك قوه وفا، ما هي قوه وناسه وناسه، اللي على عسر الليالي ودر المواقف. اي المواقف صح. يصافيك صافيك، لو شافك ضايق ما صدي عنك براسه. كفو يا ابويا اتحداك. علي الطلاق لا شيل الاغراض. الله الله، شوف المنظر ما احلاه، شاهي خضره ووجه حسن. ما شاء الله تبارك الرحمن، ذا الهوى اللي سفسف والزينه. انت ما تستحي، انت بنص مخ، انت وجهك ما تشبه انت معي. مالك انت؟ انت قلت تعتبروها زي اختكم. زي اختي يا دنيا، زي اختي يا. يلا نكتس هيا. كفو يا البطران يا البطل. اي يا بطل. ايش رايك فيني؟ والله قول قسم لا حطمته. ليتني ما حلفت وطلقته انه يسكن في استراحتنا. تستاهل لانك قليل الحياه وراك تدخل زوجته داخل. ها المهم دحين يا عيال ندور مكان نقعد فيه. اي والله طقتنا الشموس، وش رايكم نروح نتكي بكفي؟ ما بقول انت نتكي بكفي وبيتنا موجود يا عيال، نروح نتكي بالملحق ونفلها. كفو انا ويندو. انت راح ادور لك على شغل لين ما يطلع تركي من الاستراحه،
وشل البرقع ترى شبهه. انا ما بشيل هذا، حس الشغل بعد نشيل. الفاتنة اللي على قلبي تمون هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق واسرار الحكي. وين القهوة؟ وليه نسوي قهوة وانت ما تشربها معنا؟ كل ما سويناها رحت الاستراحة. غريبة يبا، اليوم انت رايح للاستراحة؟ لا ماني برايح الاستراحة، ما في احد، خوياي كاشتي. صدق يبا؟ اجل ابشر بالقهوة والحلا وانا بساعدك. يس تفضل. والله يحييكم. الله يحييك يبقيك. والله وسهلا. هلا بيتك يا عمر. اي بيتي، انا جنب بيت منك. ابغى اروح اجيب القهوه والشاهي واجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابي قهوه وشاهي، اخوياي عندي بالملحق. غريبه، ليه ما جلستوا بالاستراحه؟ خوينا تركي سكن فيها هو وزوجته، ظروفهم الماديه صعبه، حلفنا عليهم قلنا تقعدون الين ما تدبر اموركم، يعني فزعه ومرجله كذا. يما الله يكون بعونهم، عطني رقم زوجته. ابشر يما. وعليكم السلام، يا هلا يا ام عامر. الحمد لله كلنا طيبين. فين؟ طيب هذه الساعة المباركة هاي، حتى أم كفتة عندي. خلاص ولا يهمك، أبلغها. أبشر. طيب طيب، يلا مع السلامة. هذه أم عامر بتقول تبغانا نروح الاستراحة حقت الأولاد، صاحبهم تركي ومرته ظروفهم صعبة وسكنوهم في الاستراحة، تبغانا نروح نساعدهم فيها. سيد روحي هي، والله دائما راعت مواديب أم عامر، شنروح معاها بإذن الله ونساعدهم. تصدق من يوم خفت رجلي يعني استراحة صرت أحب قعدة البيت، أثر السهر وقل النوم هو اللي متعبني. صدقت يبا، ومن اليوم ورايح نبي ننضبط، ما عاد نبي نسهر، إلى متى ليلنا نهار ونهارنا ليل؟ كافو والله. أجل أمك وينها؟ ها؟ ما أدري، دق عليها. دقيت عليها ولا ردت، أبي أدق عليها مرة ثانية. الأول حكم، ما هو وقتك يا ابو عامر. اقول العبي العبي في اللي امها بس صدرت. أربعة. هذه ما تسري على وجهها، ادق عليها ولا ترد علي، وسهران تنبر البيت الى هالعيد. غريبه، اول مره امي تسويها. غريبة، سهرانين لهذا الوقت؟ حننا سهرانين ولا أنت؟ ما تشوفين الساعة كم؟ كنت في الاستراحة، يعني إيش تبون؟ الواحد ما يقدر يتنفس؟ هذا شايكم وقهوتكم وعشاكم جاهز قبل أطلع؟ بس الساعة 3 العيد. يا ابن الحلال أزين، عشان ما تفوتني صلاة الفجر، أصلي وأنام. عجيب والله. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة، هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة، هم فرسان للخير والوطن والفخر والعزة، هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصب حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصب حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. شباب البوم يا
والفخر والعزة في الفرسان نطل بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح أكثر ريح وننجح ولا نهاب لين الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي نطل بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح أكثر ريح وننجح ولا نهاب لين الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي شباب البوم يا نبكي والوطن والفخر والعزة والفرسان أكسر روتيني واتمرد على الفراغ واخرج وارتب واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال أكسر روتيني واتمرد على الفراغ واخرج وارتب واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال